في متابعتنا معاكم اليوميه كمان عن الوضع الاقتصادي في مصر، النهارده اكد وزير الماليه الاستاذ عمرو الجرحي ان مصر اوشكت على الانتهاء من البرنامج اللي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، وانه بيمثل خطوه لتدعيم الثقه في برنامج الحكومه وتوفير التمويل المناسب له. وقال ان تنفيذ الاصلاحات الاقتصاديه بدا قبل بدء المحادثات مع الصندوق، وهي اصلاحات مهمه تعالج المشاكل الحاليه وتفتح افاقا جديده أمام الاقتصاد المصري. وزير المالية أكد كمان على إصرار الحكومة المصرية على المضي قدما في تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية اللي بتعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء اللي بتقوم بيها مصر. في نفس الوقت عقد صندوق النقد الدولي امبارح اجتماع وعقبه مؤتمر صحفي، قالت فيه كريستين لاجارد مدير عام الصندوق ان هناك عدة شروط يجب ان تكون مستوفاة للحصول على الموافقة الرسمية لقرض صندوق النقد الدولي لمصر ولصرف كمان اول دفعة منه. قالت لاجارد انه الشروط دي منها شروط بتتعلق بسعر الصرف والدعم، وانه على حد علمها يتم استيفاء هذه الشروط ولكن ليست بشكل كامل حتى الان، وان هناك المزيد من الامور اللي يجب ان تنفذ قبل جلسة الصندوق للموافقة النهائية على هذا القرض.